يقضي الكثير من الجنود عقودا من حياتهم قبل أن يحصلوا على ترقيات عسكرية، وقد يموت بعضهم دون أن تتغير تسمياتهم، وكثيرا منهم ملوا النظر إلى مادة القانون الخاصة بالترقيات، لكن هذا القانون لم يتمكن من حراسة ما اعتقد الجنود أنه بعيد المنال، فقد أقدمت ميليشيا الحوثي على ترقيات يصعب توصيفها، وتم منح جنود حديثي الالتحاق بالمعسكرات رتبا عليا بينها رتبة لواء، وحملت الكشوفات التي رفعتها الميليشيا إلى وزير الداخلية 146 اسما بينهم أفراد ليسوا عسكريين، وتجري معاملات نقلهم إلى الوزارة من أماكن عمل مختلفة. ولكن أكثر ما أثار استغراب المتابعين والناشطين هو السرعة في وصول من تم إدخالهم إلى قوات الأمن إلى رتب لم يكونوا حتى يحلمون بها، بل إن بينهم من قاتل ضد مؤسسة الأمن التي أصبح الآن يقترب من قيادتها ويحوز رتبها العليا. يتم كل هذا في زمن قياسي ودون أن يلتفت إليه أحد، حتى من أولئك الذين أهدروا سنوات عمرهم في الحصول على ترقية بسيطة لا قيمة لها أمام ما حصل عليه من أتوا على ظهر التمرد والانقلاب.